ذكر نفسي أيضا، لأن خلي بالك أن بعض أحبابنا حين يسمعون مثل هذا الحديث يقول لك أعصوا الكلام ده مش لينا، ده الكلام ده المسؤولين، كلام ده المسؤولين. لا لا لا، ده ليا ولحضرتك ولحضرتك يا أختي. اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات. قد أظلم نفسي، قد أظلم امرأتي، قد أظلم أولادي، قد أظلم جاري، قد أظلم إخواني بغيبة، بنميمة، بقذف، بشتم، بسب، بضرب. فالكلام للجميع، للمسلم العادي وللمسؤول أيا كان مركزه وأيا كان موقعه. الظلم ظلمات، اتقوا الظلم. اتقوا يعني اجعلوا بينكم وبين سخط الله وغضب الله وعذاب الله وقاية بسبب وقوعكم في الظلم. النبي عليه الصلاة والسلام بيسأل الصحابة كما في صحيح مسلم بيقول لهم أتدرون من المفلس؟ قالوا آه عارفين المفلس طبعا، من لا درهم له ولا متاع، أكيد هو ده المفلس اللي ما معاش فلوس. قال لا 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 إطلاقا. اسمع ماذا قال الحبيب المربي والمعلم والأسوة والقدوة، أتدرون من المفلس؟ قالوا من لا درهم له ولا متاع. قال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، ده مفلس، ده يبقى مفلس. أيوة إمتى؟ لما يقع في الظلم. يبقى كل ده ملوش قيمة. إزاي يا عم الشيخ الكلام ده؟ إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، ولكنه يأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيأخذ هذا من حسناته ويأخذ هذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم، أي من سيئات من ظلمهم في الدنيا، ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. يا الله، نهاية الظلم نار نار. اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. والله العظيم ما حد ينفعك، والله العظيم ما حد ينفعك، أقسم بالله. راقب ربك سبحانه وتعالى، ستعرض وحدك بين يدي ملك الملوك، هتقول له ايه؟ ضربت ده ليه؟ وشتمت ليه؟ وقتلت ليه؟ قتلت ده ليه؟ سفكت دم المسكين ده ليه؟ الحياة دي مش ملكك انت عشان تقضي عليها وقت ما تشاء لمن تشاء، انما هي ملك لله جل وعلا. هتقول ايه لرب العزة؟ ماذا سيكون جوابك إن وقفت أمام خصومك بين يدي الحق تبارك وتعالى؟ النبي عليه الصلاة والسلام بيقول للصحابة بعد ما رجعوا من الحبشة، بيقول لهم حدثوني بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة، أعجب حاجة شفتوها هناك إيه؟ والحديث رواه أبو يعلى وغيره بسند الحسن. فقال أحد الصحابة يا رسول الله، بينما عجوز من عجائز رهابينهم، امرأة عجوز تمشي وهي تحمل على رأسها جرة قلت مية، قال فجاء شاب من خلفها فدفعها في ظهرها دفعة قوية فانكفأت على الأرض على ركبتيها، فاعتدلت واستوت في جلستها بعدما انكسرت جرتها، القلة العرسان كسرت. قالت فنظرت إلى هذا الشاب وقالت له سوف تعلم يا غدر، يعني يا غادر يا ظالم، سوف تعلم يا غدر، إذا وضع الله عز وجل كرسيه يوم القيامة سوف تعلم مكاني وسوف تعلم مكانك عنده غدا. النبي قال صدقت صدقت صدقت. كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفها من قويها؟ مش ممكن. الأمة اللي ينتشر فيها الظلم أمة محكوم عليها بالخسران في الدنيا والآخرة. اسمع العبارة دي، وهي من أرق وأجمل ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الله تعالى يقيم دولة العدل وإن كانت كافرة، ولا يقيم دولة الظلم وإن كانت مسلمة. يا الله، مش ممكن. والله يا أخوانا شيء يعني يطيش العقل، والله شيء يرعب. دولة الكفر
بس قايمة على عدل دي تقام، ده كافرة تقام، إن الله يقيم دولة العدل وإن كانت كافرة، ولا يقيم دولة الظلم وإن كانت مسلمة. ظلم بشع، مر مر، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم تنام عيناك، والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. خلي بالك ما فيش هناك لا أموال ولا جاه ولا كراسي ولا مراكز ولا مناصب ولا سلطان، لا، ده حسنات وسيئات، حسنات وسيئات. النبي عصام يقول لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة، يا ربي يا الله لتؤدن، وفي لفظ لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة، حتى يقاد للشاة الجماء من الشاة القرناء. هنقف بالتفصيل عند القصاص، لنا وقفة كاملة إن شاء الله تعالى، وأنا أتحدث عن مراحل الساعة عن القصاص، موضوع جليل، موضوع كبير، موضوع خطير، القصاص. حتى يقاد للشاة الجماء من الشاة القرناء، يعني شاة جماء بدون قرون نطحتها شاة أخرى بقرون، سيقتص من هذه يوم القيامة، مش ممكن. ده في المواشي، في الأنعام، فما ظنك بالخلق، ما ظنك بالناس. والله العظيم، والله العظيم لن تدخل الجنة أبدا وعندك مظلمة لأحد إخوانك، مستحيل مستحيل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار فيتقاصون مظالم كانت بينهم، فيتقاصون مظالم كانت بينهم، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة، فوالذي نفسي بيدي لأحدهم أهدى، أي أعلم بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. اتقوا الظلمة فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، اتقوا الشح، فإنما أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم وانتهكوا محارمهم. سبحان الله، الشح، إنسان عنده بخل وعنده جشع وعنده طمع، ومع ذلك طمعان في اللي فيما عند غيره، طمعان فيما عند غيره، فده يحمله على إيه؟ ما فيش مانع يقتل، ما فيش مانع ينتهك المحارم، ما هو العذب له جشع، مش مكتفي بإمساكه، لا، عاوز المزيد، المزيد، ولا حول ولا قوة، العمال يقول هل من مزيد، هل من مزيد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا حبيبي دع الحرص على الدنيا وفي العيش فلا تطمع، ولا تجمع من الحرام فما تدري لمن تجمع، فإن الرزق مقسوم وسوء الظن لا ينفع، فقير كل من يطمع غني كل من يقنع. كنت في زيارة في أمريكا، وبعدين إخواننا قالوا لي يا شيخ فيها الرجل ده ربنا موسع عليه وعنده سوبر ماركت ضخم جدا إلى جوار مركز إسلامي في مدينة بروكلين في ولاية نيويورك، الرجل ده ما صلاش ابدا وما ساعدناش ابدا ولا بدولار واحد في اي عمل من اعمال الخير في المركز. قلت له طب ايه المطلوب؟ قال تعال معانا ذكره كده بالله وبحديث رسول الله لعل ربنا سبحانه وتعالى يرقي قلبه على كلماتك، يلا بنا. فذهبت معهم اليه، سلام عليكم يا فلان. عليكم السلام. رجل مسلم عربي وربنا موسع عليه، وقعدت اقول له قال الله قال الرسول قال الله قال الرسول، وفي الاخر قال لي يا شيخ محمد، قلت له، قال لي ما تتعبش نفسك، قلت له جزاك الله خيرا، ريحتني، انت جبت من الاخر كما يقول احبابنا في مصر، انت جبت من الاخر. قال لي ما تتعبش نفسك، وبعدين لقيته بيقول لي لما حس ان انا زعلت كده، قال لي شوف يا شيخ انا اوعدك، قلت له خير خيرا ان شاء الله، قال لي اوعدك لما ارجع بلدي والله لابني مسجدا لله عز وجل، وهتفرغ فيه بعد كده بقى للصلاة وللطاعة وللعبادة، شلش هم. قلت له جميل، هات ورقة وقلم بسرعة. قال لي خير ما تخافش. قلت له ما تخافش، هات ورقة وقلم. فجبر، قلت له يلا نكتب. قال اكتب ايه؟ قلت له هنكتب عقدا ليوقع عليه ملك الموت، ما يجيلكش الا ما ترجع وتبني المسجد وتتفرغ للطاعة وللعبادة. فضحك
وفطن إلى ما أود أن أقول له. قال لي تصدق بالله يا شيخ محمد؟ قلت لا إله إلا الله. قال لي والله يا مولانا أنا هنا بحب الدولار ده بشكل، والله يا شيخ محمد أنا ما بتجيلي حالة صداع أقوم طلع الورقة أم 100 دولار دي أحطها على دماغي يطير الصداع في الحال. قلت له أنت عبد للدولار، أنت عبد للدولار، كما قال النبي المختار: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تكش. يا الله، الدولار قبلته وكعبته، هو عايش من أجل الدولار، عايش من أجل المال. يا أخي الحبيب اجمع، اجمع من المال ما شئت، وحكلم إن شاء الله في الحلقة القادمة عن هذا الموضوع. اجمع بس بشرطين: اجمع بالحلال وأدي حق الكبير المتعال. أنا ما بقولش إن إحنا نشتغل بقى شغل دروشة ونسيب الدنيا لغيرين، لا إطلاقا، ونبدع ونعمل وننتج ونعمر و و و و إلى آخره، بس بالحلال، لأن إحنا لنا دين، لنا دين يضبط مشاعرنا ويضبط أعمالنا ويضبط أموالنا، وله حكم في كل سكناتنا، في أقوالنا وأفعالنا، بل وفي مشاعرنا وعاطفنا. الدين يحكم كل شيء فينا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الشح، شح بخل، وفي نفس الوقت طمع فيما عند الغير. طيب، عشان الوقت خلاص أزف، أختم بقى الحلقة بحديث جميل رقراق، وأنا كنت ناوي يعني أتكلم في كمان على 2-3، لكن الوقت أزف. أسأل الله أن يبارك لنا ولكم في الأوقات، وأنا كنت بتكلم عن تقارب الزمان، وبالفعل الساعة يعني مضت كاحتراق الساعة، فوالله ما بعرف الساعة تخلص إمتى. أسأل الله أن يرزقنا يكون البركة في الأقوال والأعمال والأحوال، إنه ولي ذلك والقدر عليه. طيب، أختم بقى الحلقة الذي بحديث جميل قوي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، والإمام الترمذي في سننه وغيرهما، بسند صحيح من حديث أبي كبشة الأماري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث أقسم عليهن، وهو الصادق الذي لا يحتاج إلى قسم، ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه. خلي بالك، ما نقص مال عبد من صدقة، وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. وأحدثكم حديثا فاحفظوه، إنما الدنيا لأربعة نفر. خلي بالك عشان تعرف حقيقة المال بقى، إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما، يا رب اجعلنا وإياكم منهم، عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه، يعني في المال والعلم، ويصل فيه رحمه، ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل، أي عند الله جل وعلا. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، قال، أي من أعمال البر والخير، قال المصطفى: فهو بنيته فأجرهما سواء. يا سلام على البشرة الجميلة دي. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله، يعني بغير علم، لا يتقي فيه ربه، ولا يصل فيه رحمه، ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل، أي عند الله جل وعلا. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو خبيث النية كمان، يا رب سلم. يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، أي من أعمال الفسق واللهو والمجون والمعاصي، قال: فهو بنيته فوزرهما سواء. واتقوا الشح، أنفق ينفق الله عليك، لا تبخل، فوالله المال ظل زائل وعارية مسترجعة، وأنت في شهر الجود والبر والكرم والخير، وكان المصطفى صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. أيها الأحبة، من علامات الساعة كثرة التجارة وتقارب الأسواق وانتشار الربا وقبض العلم وظهور الجهل والتماس العلم عند الأصاغر. هذا ما نتعرف عليه في الحلقة القادمة إن شاء الله جل وعلا.
وأسأل الله سبحانه أن يسترني وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.